في حلبة تتصارع فيها أنظمة الحكم. يقف إنسان العصر الحديث يحصي سنوات تيهه التي يولي فيها وجهه شطر واشنطن وموسكو وعواصم أوروبا، باحثا عن نموذج، أي نموذج لإقامة العدل. شيوعية تواجه رأس مالية بضربة قاضية، وليبرالية تدهس كل قيمة، فتصبح الأعمال الشنيعة مبررات لغاية الهيمنة على شعوب العالم. ونماذج حكم كتبها المقدسة هي مؤلفات روسو وفولتير وميكافيلي. ووسط كل ذلك تشهد الوقائع التاريخية أن عدلا لم يقم، وأن مساواة لم تتحقق سوى في عصر الخلافة. برنامج عصر الخلافة رحلة نقطعها سويا، نقف فيها على أهم المحطات الأخلاقية والإنسانية في عصر الخلافة الإسلامية، رحلة إلى تاريخنا نهتدي بها في حاضرنا ومستقبلنا.